مساء الخير. بنيسان بتصير الدنيا مثل العروس، وضع بعض الزهور الجميلة أو النبات الطبيعي بالمكاتب صباحاً بيحفز أكثر من 15% من الموظفين على إنتاجية العمل. هذه اللي أثبته دراسة جديدة تعنى بعلم النفس نشرت بمجلة بريطانية، وأظهرت النتيجة أنه بيكفي تزيين المكتب ببعض الورود صباحاً ببث جو من الفرح وبيشجع على العمل. وبالعودة لطقسنا، طقس مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة مرتفعة، رطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة 120 درجة للي طقسنا بلبنان، غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات. أما لبكرة طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وهلا نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 15 وبالبقى 7 المرتفعات 12 و 2 بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجلها بكرة ببعض المناطق اللبنانية، ومنبدأ تحديداً من تكريت 24، أبي سمرة 25، مزرعة يشوع 25، متحف 26، الزعرورية 23، وادي الليمون 25، جوية 26، مارون الراس 24، جرجوع 23 درجة، وسعد نايل 23، راس بعلبك 24، اهدن 16، والشباب 25 درجة. أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 55 وال 75%، حرارة سطح الماء 20 درجة، وسرعة الرياح من 10 و 30 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون طقس الليلة واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوفهم سوا. الليلة بتوصل لل 15 وبكرة من 15 و 26 درجة، ونهار الثلاثة من 16 و 26 درجة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، وبنبدأ من الكويت 32، بغداد 30، أبو ظبي 30، مسقط 31، وتونس 26، جزائر 22 درجة، وأخيراً بتنتهي جولتنا بروما 26 درجة. وهيدا كان طقسنا لليلة. أما هلا بترككم تتابعوا آخر أخبارنا.